السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين. عام جديد يحل على اليمنيين ولا يزالون في أتون المعاناة بسبب انقلاب الحوثي والمخلوع على الدولة وما جلبوه للوطن من خراب ودمار. وحده الشعب يدفع ثمنها الفادح. مر العام 2016 مخلفا وراءه أكثر من 21 مليون يمني، نصفهم من الأطفال في أمس الحاجة للمساعدات الإغاثية، إضافة إلى 3 ملايين نازح شتتتهم الحرب وتداعياتها. رحل العام 2016 تاركا اليمنيين يعانون انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ويفتقرون للرعاية الصحية، فضلا عن بوادر مجاعة في محافظة الحديدة وإب وحجة. في حلقة اليوم نناقش الملف الإنساني في العام المنصرم، ومعه نستشرف ما سيكون عليه الوضع في العام الجديد 2017. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي عبر السكايب. سيكون معنا من نيويورك رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات الدكتور دحان النجار، سيكون أيضا معنا من صنعاء عبر الهاتف مسؤول الإعلام لمنظمة اليونيسف في اليمن الأستاذ محمد الأسعدي، وكذلك سيكون معنا من القاهرة وكيل أول محافظة الحديدة العقيد وليد القديمي. أرحب بضيوفي الكرام، ولكن نبدأ النقاش بعد فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الدكتور دحان النجار عبر السكايب من نيويورك. مساء الخير دكتور. أهلا يا مساء النور. أهلا ومرحبا بك دكتور. عامان من الحرب في اليمن، كيف تقرأ وتقيم العمل الإغاثي والإنساني في اليمن؟ أولا اسمحوا لي أهنئكم وأهني الشعب اليمني وكل البشرية بالعام الجديد، وأتمنى أن يكون عام السلام في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي كل أرجاء المعمورة، ونرجو أن لا تتكرر مآسي العام 2016 الذي كان عاما كبيسا على الجميع. وفي المقدمة دعوني أشكر أولا طاقم قناة بلقيس الفضائية، هذا الطاقم المهني واللي يبدو من خلال أدائه والاهتمام في الجانب الإغاثي والإنساني بأنه طاقم إنساني بكل معاني الكلمة. أهلا ومرحبا بك دكتور. نعم، العام الماضي كان عاما كبيسا، والحرب سببت لليمنيين الكثير من المآسي، ومن أهمها انعدام الأمن الغذائي والأمن الصحي، وهذه القضيتين هي الركائز الأساسية لبقاء أي مجتمع كان في اليمن أو في غير اليمن. نعم. حد أنه وصل في اليمن إلى مستوى المجاعة في بعض المحافظات، وكثير من المستشفيات أغلقت. صحيح كان في هناك عمل إنساني قامت به العديد من المنظمات، من ضمنها المنظمات التي أو الصناديق التي أنشئت خصيصا لمساعدة اليمنيين، وهناك منظمات دولية إنسانية قامت بدورها، كلهم يشكرون على ما قدموه من أجل إنقاذ الإنسان اليمني من الموت جوعا ومرضا. نعم، هل كان دكتور بالشكل المطلوب من خلال متابعتك ورصدك للعمل الإغاثي والإنساني في اليمن؟ لا أعتقد أنه كان بالشكل المطلوب. أنا دائما أكرر بأنه العمل الإغاثي كان له نتائج إيجابية، لكن في نفس الوقت لم يكن بالشكل المطلوب، لأنه هناك بعض المناطق التي حرمت تماما من وصول مواد إغاثية، أيضا كان في هناك أخطاء في التوزيع، وكان في أخطاء من قبل أطراف الحرب، وبالذات من يحاصر المدن كمثل مدينة تعز التي لم تصل إليها الإغاثة بالشكل المطلوب. وهناك أيضا سلبيات أخرى تتمثل بالآلية الوطنية للتوزيع، وربما كان في هناك بعض أوجه الفساد وبعض أوجه التفيد للمواد الإغاثية. نعم دكتور، لو وجدنا لو تابعنا الأرقام أيضا، الأمم المتحدة للشؤون الإغاثية أوتشا ربما انتقدت دور المجتمع الدولي في الإغاثة في اليمن، لم يكن بالشكل المطلوب، لم يكن على قدر المعاناة التي في اليمن، 16% ربما من الاحتياج الأساسي والضروري.
صحيح، أنا أتفق مع هذا الرأي تماما، ودائما أكرر بأن الإغاثة الدولية لم تكن عند المستوى. الحرب في اليمن تقريبا شبه منسية، وهي حرب داخلية وخارجية. لا أعتقد أن اليمن عانت من قبل من حرب كهذه. 80% من السكان اليمن يعانون من الفقر الغذائي وانعدام الخدمات الصحية. هناك 14% تقريبا في حالة مجاعة تامة من سكان اليمن. فلم تكن الإغاثة بالقدر المطلوب، ولم تلتفت الأمم المتحدة وكل مؤسساتها بالشكل المطلوب. مشكورين على ما قدموه، لكن هذا لا يعني أن الالتفاتة كانت كاملة وشاملة. نعم دكتور، هذا التقصير الذي بدأ من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة للإغاثة في اليمن، هل ترى بأن يعني السبب الرئيس عدم وجود من يتواصل مع هذه المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، نقل الصورة الحقيقية لما يدور في اليمن، أم ربما هناك كان هناك تجاهل واضح ومتعمد على اليمن؟ الأمرين معا كانوا سببان. هناك تقصير في إعداد التقارير الدقيقة حول حالة المجاعة في اليمن وحالة الانعدام الغذاء والدواء، وأيضا هناك تقصير من قبل الأطراف الداخلية الفاعلة التي تنهب أحيانا المواد الإغاثية. نعم. فالطرفان مسؤولان عما يحصل في اليمن وعن التقصير في مد اليمن في مختلف محافظاتها ومديرياتها بالمواد الإغاثية اللازمة. نعم، طيب دكتور تكرم بالبقاء معي واسمح لي أن أشرك معنا في الحديث المتحدث الرسمي لمنظمة اليونيسف في اليمن الأستاذ محمد الأسعدي. مساء الخير أستاذ محمد. أستاذ محمد الأسعدي من صنعاء، مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى ضيفك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. ربما عامان مرة منذ اندلاع الحرب في اليمن ويعني اندلاع الأزمة في اليمن بشكل عام، كنتم حاضرين بجهودكم وأيضا بدعم من المنظمات الدولية، اليونيسف كانت ربما من أكثر المنظمات حضورا في اليمن. كيف تقيم العمل الإغاثي والإنساني خلال العامين الماضيين في اليمن؟ سؤال صعب قد يحتاج إلى حلقات للإجابة عليه. أولا، نعم، من حيث الوضع الإنساني، الوضع في اليمن تدهور بشكل كبير كما أشار ضيفك سابقا أنه لم يعش اليمنيين ربما في التاريخ الحديث أزمة إنسانية بهذا الحجم وبهذا المستوى وبهذا العمق وبهذا الأثر. وصل إلى أن أكثر من تقريبا 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، سواء كانت متمثلة بالغذاء أو الإيواء أو المياه أو الدواء أو خدمات الرعاية الاجتماعية أو غيرها. نعم. مؤشرات الوضع الإنساني في اليمن، أولا مؤشرات خطيرة وجارحة لحد كبير، وبالتالي الاستجابة الإنسانية رغم الوضع القائم ورغم شحة الإمكانات ورغم الوضع استمرار الحرب والمخاطر الأمنية التي تواجه العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية بشكل يومي، الجوانب القصور، مشكلة تعدد جهات الاختصاص في مناطق في سلطة في مناطق الشمال وسلطات أخرى في مناطق الجنوب، كل هذا يجعل من مسألة الاستجابة الإنسانية أمرا معقدا وصعبا. ولكن مع هذا استطاعت مجموعة العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية تقديم الكثير من الإمدادات المنقذة للحياة، إسناد النظام الصحي في البلاد من السقوط والانهيار حتى هذه اللحظة. ربما لن تتوفر الفرص إذا استمر الوضع كما هو عليه لدعم وإمداد النظام الصحي الوطني بشكل عام للاستمرار. نعم. أيضا محاولة إسناد النظم الاجتماعية كنظام التعليم ونظام الخدمات الرعاية الاجتماعية وغيرها لإبقائها مستمرة في العمل. هناك تحديات كبيرة وواقع خطير وتدهور مستمر مع استمرار الصراع ومع التدهور الاقتصادي ومع عدم وغياب السيولة النقدية وعدم قدرة الحكومة على دفع النفقات التشغيلية للمدارس، للمرافق التعليمية، للمرافق الصحية، للعاملين الصحيين، للمدرسين والمعلمين والمعلمات، للأخصائيين الاجتماعيين، لمجموعة الموظفين في القطاع العام الذي يزيد عددهم عن 1,200,000. نعم. هذا مما يفاقم حدة الأزمة ويضاعف الاحتياج. نعم. ويجعل المسألة في الاستجابة الإنسانية لهكذا احتياج أمرا
في غاية الصعوبة وغاية التعقيد. نعم، إذا أمام هذا ما كل ما تحدثت عنه من تخوفات ستحل باليمن، إلى أين يتجه اليمن برأيك في العام 2017 إذا لم يتم تلافي وتدارك الأمر؟ يتجه نحو الكارثة بل كوارث. دعنا أقول أننا ندخل عام 2017 بأكثر من 462 ألف طفل مصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، أكثر من 2 مليون طفل مصابين بسوء التغذية العام، 1 مليون ربما امرأة في حامل ومرضع مصابين بسوء التغذية، هناك انعدام للأمن الغذائي لأكثر من 14 مليون و400 ألف مواطن في البلاد، هناك تراجع في الوضع الاقتصادي وتدهور مستمر يوما بعد آخر، لا عدم صرف الأجور المرتبات، عدم استقرار، حالة استنفار دعنا أقول بسبب التدهور الأمني، انقطاع التيار الكهربائي، عدم توفر خدمات المياه، عدم قدرة الجهات المانحة على توفير التمويل اللازم لدعم صندوق الضمان الاجتماعي أو صندوق الرعاية الاجتماعية الذي كان يمد أكثر من 1,450,000 حالة، بمعنى 7 مليون مواطن كان يستفيدوا من هذا الصندوق. هذا الصندوق توقف في مارس 2015 وله آثاره وله تبعاته. ندخل عام 2017 ولدينا أكثر من 2 مليون طفل خارج المدارس، ندخل عام 2017 ولدينا 14 مليون مواطن بحاجة إلى المياه بشكل منتظم ومستمر، مياه صالحة للشرب ومحسنة. حال الصورة قاتمة، صورة مأساوية. مهما قدمت من دعم ومن احتياج يظل دعم مؤقت ودعم لاستجابة طوارئ. نعم. ولكن الآن ربما خطتنا في منظمة اليونيسف نحاول أن نعد أنفسنا ليس للاستجابة، لأن هذا الأمر سيصبح طارئ وفقط، هذه الطوارئ قد تمتد لأكثر لشهور لسنوات ربما، وبالتالي نوطن أنفسنا ونهيئ برامجنا وإمدادات الدعم المتوفرة حاليا بحيث أننا نخطط لما هو أسوأ. نعم. لكن الأمر يظل بحاجة إلى نظرة متكاملة من المانحين، توفير الدعم اللازم، التوصل لاتفاق سياسي وإهداء هذا الشعب السلام بحيث يستطيع أن يتنفس الصعداء ويمكن أن يخرج من دائرة الأزمات والفوضى. نعم، أستاذ محمد، أفهم من كلامك بأن سلطات الميليشيا في صنعاء وأيضا الحكومة الشرعية في المحافظات المحررة ربما لا توجد هناك أي مسؤولية أمام المواطنين، أمام المدنيين. أنا لم أقول ذلك، ولكن أقول أنها لم تتوفر لها السبل. الآن البنك المركزي عاجز عن دفع المرتبات والأجور، الحكومة بموازنة الحكومة لا تتمكن من توفير النفقات التشغيلية لمرافق الصحية في مختلف المحافظات من شمال البلاد إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، هناك تراجع في العملية التعليمية، لا تستطيع الحكومة أن تطبع الكتاب المدرسي، لم تستطع أن توفر نفقات تشغيلية للمدارس، لم تستطع أن توفر حتى الأحبار والأوراق لطباعة أوراق الامتحانات، امتحانات الشهادة العامة. اليونيسف قدمت دعم كبير في هذا المجال لوزارة التربية والتعليم، لوزارة الصحة، اللقاحات في اليمن على أساس تحافظ على اللقاحات من التلف لابد أن تنفق مبالغ طائلة من أجل تبريد وتخزين اللقاحات سواء في المخازن المركزية في وزارة الصحة أو المخازن في المحافظات والمديريات. نعم. هناك نفقات تشغيلية كبيرة ومهولة ملقاها، أصبحت ملقاها على كاتف المنظمات الدولية، منظمة اليونيسف ومنظمات أخرى سواء كانت الأمم المتحدة وغيرها، بحيث يتم القيام بالحفاظ على هذه الأنظمة الوطنية والمحافظة عليها من الانهيار. نعم. لا قدر الله إذا تدهور النظام الصحي في البلد أو تدهور نظام التعليم وانقسم سيكون التبعات لأجيال قادمة. نعم. طيب أستاذ محمد، تكرم بالبقاء معنا، وأيضا الدكتور دحان النجار، سنذهب الآن نتابع هذه التصريحات ومن ثم نكمل النقاش. 2016 بالجانب الإنساني في مدينة في اليمن بشكل عام، طبعا ما قبل 2016 كان الجانب الإنساني تحت الصف خط الفقر كثير في مستوى عالية، فلما جت الحرب ب 2016-2015 فكان زيادة الفقر والجانب الإنساني بالأسر صعب جدا، فما بالك في فقر كمان فوقها حرب في جانب إنساني زي زفت للأسف. الجانب الإنساني في عام 2016 جانب مدمر نهائيا بسبب الحرب وسبب الغزو الميليشيا على مدينتنا، مدينة تعز بالذات، وأغلب المناطق اليمنية اللي كانت تحت سيطرة الحوثي. كان تعتمد الجانب الإنساني على الإغاثات والدولية والجانب المنظمات والمبادرات الشباب وعدد من مشاريع إعادة الحياة
من أجل الرفع بالمعنويات المواطنين. عام 2016 كان مأساة حزينة لمدينة تعز ولليمن كامل بشكل عام. مر عام 2016 كان أنا أعيش في قصف وحصار، كانت تدخل بعض المساعدات الإنسانية الدولية أو المحلية للمواطنين الذين انتهكوا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. أعود إلى نيويورك عبر السكايب مع الدكتور دحان النجار. دكتور دحان، إذا تحدثنا عن اهتمام الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالإغاثة الإنسانية في الدول المنكوبة، لماذا نراها في بعض الدول يكون لها حضور كبير وفاعل وتعمل بشكل كبير جدا، بينما تتجاهل أو يكون عملها بشكل ضئيل وقليل جدا في دول أخرى؟ أين يكمن السبب؟ هل هناك حسابات أقصد مثلا للأمم المتحدة أو لهذه المنظمات المهتمة بالجانب الإغاثي والإنساني؟ أولا أشكر الأستاذ الأسعدي على التوضيح في المعلومات الدقيقة، ويمكن أن يوجه إليه هذا السؤال باعتباره نعم عاملا مع الأمم المتحدة، لكن سأقول رأيي في هذا الجانب. نعم. الأمم المتحدة لم تولي اهتماما كبيرا للجانب الإنساني في اليمن بما تستحق. الحرب الشاملة في اليمن حرب أكلت الأخضر واليابس والمتضررين كثر، والمجتمع اليمني محاصر ليس كما هو الحال في سوريا عندما فتحت الحدود من دول الجوار وتمكن السوريون من الذهاب إلى تركيا إلى العراق إلى الأردن إلى لبنان إلى دول أخرى بحثا عن الدواء والغذاء. نعم. اليمن في حالة حصار فعلي من هذا الجانب، وقلة المعلومات التي تنشر في وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية لا أعتقد أنها تغطي المأساة اليمنية أو الكارثة اليمنية التي يعيشها الشعب اليمني. نعم. فالأمم المتحدة كما نعلم هي مجموعة دول، الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، فعندها مقاييس مختلفة للتعامل مع الصراعات الإقليمية والدولية، تولي اهتماما أكبر لبعض المناطق و تخفف من هذا الاهتمام في مناطق أخرى. لا أعتقد أنهم يضعون اليمن بنفس المستوى اللي يضعون الصراع الحاد في سوريا مثلا. نعم. طيب. بنفس المستوى، فلذلك نرى هذا الفتور إلى حد ما، أقول الفتور إلى حد ما. نعم. طيب دكتور، إذن اسمح لي أعود للأستاذ محمد الأسعدي لنفهم منه ربما بصورة أوضح وهو أقرب مع الجانب الإغاثي والإنساني. أستاذ محمد، أنت وجهة نظرك، هل هناك مثلا حسابات للمنظمات الإغاثية المهتمة بحقوق الإنسان والعمل الإغاثي والإنساني في الدول المنكوبة، وهناك ربما تخضع بعض الدول لحسابات معينة، أم العمل الإنساني هو يسير بصورة يعني متساوية في كل الأماكن؟ دعنا أؤكد أن الإنسانية قيمة عليا مشتركة تقوم عليها برامجنا ومشاريعنا وأعمالنا ودخلاتنا، سواء كانت في اليمن أو في سوريا أو في ليبيا أو في العراق أو في أي مكان. نعم. الإنسانية قيمة مشتركة، الحياد قيمة مشتركة، أيضا استقلالية العمل عن التبعات السياسية والاتهامات التي أحيانا تكال لوكالات الأمم المتحدة وخصوصا العامل في المجال الإنساني. أولا الدعم الذي تقوم به الأمم المتحدة لا تملك أموال خاصة بها، ربما هي تقوم على تمويل من المانحين. نطلق نداء استجابة، هذا النداء الاستجابة يطلق لكل العالم لكل الدول المانحة، وبالتالي يتم متابعة وملاحقة المانحين بحيث يتم تمويل برامج الاستجابة الإنسانية التي تحتاجها البلدان من ضمنها اليمن. خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016 في اليمن لم تمول إلا بمقدار 50%، وبالتالي 50% الآخر الذي حدث فيه قصور ربما، والذي نستطيع أن نقول أنه لم تتمكن الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة من توفير الدعم اللازم أو الكافي بسبب عدم توفر الإمكانيات وعدم توفر التمويل. نعم. إذا تحدثنا أستاذ محمد، كانت نعم. معذرة على المقاطعة، إذا تحدثنا على المنح التي يعني خصصت اليمن من قبل سواء من قبل دول الخليج أو مركز الملك سلمان أو المنظمات الإغاثية بإشراف من الأمم المتحدة، هل باعتقادك تم استيعاب كل هذه المنح في اليمن أم ربما لم تستوعب بشكل كامل والكثير منها ربما لا زال في موانئ الصليف وفي الحديدة وفي العديد من الموانئ لم يتم إيصالها للمحتاجين؟
اليونيسف واحدة من المنظمات التي حصلت على منحة من مركز الملك سلمان بمقدار 28 مليون دولار أو 28.6 مليون دولار. هذه المنحة خصصت لبرامج التغذية وبرامج في التعليم وبرامج في المياه وبرامج صناعية أيضا. هذه الأموال استهلكت واستنفذت وتم رفع التقارير بها لمركز الملك سلمان أولا بأول، ونحن الآن بصدد العمل مع المركز ومع الجهات المانحة الأخرى لتمويل خطة الاستجابة اللازمة لعام 2017. خطة استجابة اليونيسف لعام 2016 مولت ربما كنا الأكثر حظا من باقي المنظمات، تم تمويلنا بما يزيد عن 85% لخطتنا لعام 2016. نعم. وبالتالي استطعنا أن ننفذ كثير من المشاريع والدعم في مختلف المحافظات، بينما المنظمات الأخرى ربما لم تحصل على نفس التمويل. الخلاصة أقول أن الأموال التي تقدم للمنظمات الدولية هي أموال من المانحين، فإذا توفرت سيتم العمل بها، والمانحون بشكل عام يتابعون هذه المنح ويتابعون طريقة إنفاقها وكيف أنفقت وأين أنفقت وبأي برامج، وهناك تقارير دورية وتقارير شهرية تقدم أولا بأول للمانحين، لأن هذه الأموال لم تأتي لتنفق في الهواء. نعم. هناك رقابة عليها. نعم. لكن هل التمويل كافي؟ بالتأكيد ليس كافي. هل الإعلام الغربي والإعلام المحلي ركز على الجوانب الإنسانية بشكل كافي؟ لا للأسف. نعم. حتى الإعلام اليمني لم يتحدث عن الإنسان كون إنسان، تحدث عن الإنسان في دائرة الصراعات، وبالتالي لم أغفل الجانب الإنساني والاحتياجات الإنسانية لصالح الأطراف المتصارعة. نعم. وهذه مشكلة، ومن هنا أدعو كل وسائل الإعلام أن تركز على الجوانب الإنسانية، لأن القاسم المشترك بيننا جميعا هو الإنسان والإنسانية. وربما ما نحن اليوم في هذه الحلقة وربما عشرات الحلقات أو ربما مئات الحلقات في بلقيس تخصص في هذا المجال ومهتمون بصورة أدق. أقول في عشر ثواني فقط. نعم. قناة بلقيس وهي شهادة مسؤولة وأخلاقية. قناة بلقيس القناة اليمنية الأكثر اهتمام بالجوانب الإنسانية بدون استثناء، سواء بالتواصل معنا او مع بقية الزملاء من المنظمات الاخرى. نعم. هذا امر ممتاز ورائع ونثني عليكم، ونطلب المزيد من التغطية لمختلف جوانب الأزمة الإنسانية، ونحن معكم وبلقيس مع الإنسان ومع اليمني اينما كان. استاذ محمد، قبل ان اودعك، ان كان هناك ربما من خطط لكم انتم كمنظمات عاملة في الميدان ل 2017، خططكم المستقبلية للاستيعاب للكثير من المنح التي تصل للمحتاج، وهنا بين قوسين للمحتاج، لأنه الكثير للأسف من المعونات الإغاثية أستاذ محمد وربما أنت على اطلاع بصورة أدق منا في الميدان تذهب لغير المستحقين، وربما تصل إلى من هم لوبي في سواء في معظم الأماكن في اليمن. سؤال مهم جدا. المشكلة أخي العزيز أن المجتمع اليمني مجتمع يمر بظروف صعبة، والأزمة التي أتت على كل شيء، ربما أضرت حتى في القيم الإنسانية والقيم الأخلاقية. أنا لا أعتقد أن هناك إنسان سوي يستطيع أن يتلقى مساعدات إنسانية مخصصة لأشخاص ويحتال عليها ويلتف عليها ويغيرها لنفسه أو لصالحه. الإنسان السوي ينبغي أن يقدم هذه المساعدات، بل ويضيف عليها من نفقته الخاصة ويدعم المحتاجين. نحن لا نستطيع أن نكون متواجدين مع كل سلة غذاء أو مع كل لقاح أو مع كل يعني قطرة ماء نوفرها للمحتاجين في اليمن، ولكن نقول أن هناك نظام رقابة، واستطعنا أن نوظف شركة رقابة طرف ثالث تراقب أداء الشركاء في الميدان، وهناك تقارير بالفعل عن قصور جوانب قصور وتأخير وإهمال وتقصير، وربما في حالات ربما حالة اختلاس قد تكون موجودة هنا وهناك من أصحاب النفوس الضعيفة، ولكن نراقب. المشكلة تكون هنا إما أن نوقف العمل وإما أن نعيد برمجة برامجنا وتدخلاتنا الإنسانية بحيث نضمن أقل ممكن من الاحتيال والالتفاف على هذه المشاريع والمساعدات الإنسانية. هناك حاجة كبيرة جدا، القيم الأخلاقية لدى الإنسان والمسؤولية لدى الإنسان اليمني، بحيث يستطيع أن يحافظ ويتكامل جهودنا مع جهود المجتمع المدني والمجتمع المحلي والسلطات المحلية على اختلاف ألوانها. نعم. وأشكالها وخلفياتها، ونقدم مساعدة للإنسان، وبالتالي ننقذ ما يمكن إنقاذه من هؤلاء اليمنيين الذين أضرت بهم الحرب ضررا كبيرا. أشكرك الناطق الرسمي لليونيسف في اليمن الأستاذ محمد الأسعدي، كنت معنا من صنعاء. نشرك معنا في الحديث وكيل أول محافظة الحديدة العقيد وليد القديمي. مساء الخير سيادة العقيد. مساء النور أخي العزيز.
اهلا ومرحبا بك. سيادة العقيد، ربما تحدثنا مع الدكتور دحان النجار، وايضا تحدث كما ذكرت كما سمعت الان من الاستاذ محمد الاسعدي مسؤول اليونيسف في اليمن. الحكومة الشرعية، ما هي خططها لربما التخفيف على المواطن اليمني في العام 2017؟ عام 2015 و2016 ربما كان من اكثر الاعوام مأساة واحتياجا للمواطنين في الداخل للمواد الإغاثية وايضا الطبية والإنسانية. الأخي العزيز، أولاً نشكر قناة بلقيس لاهتمامها بالجانب الإغاثي والإنساني في اليمن، ونشكر متابعتكم لما تقوم به الجمعيات والمنظمات الدولية والمحلية، أيضاً ليطلع الأخوة المواطنون في الداخل لما تقوم به الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي ونائبه وحكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن داغر. طبعا ما تقوم به أخي العزيز الحكومة شيء لا نستطيع أن نوصفه، ولا نستطيع أن نكون في بعض المحاضرات التي لم تحرر إلى الآن. نعم. ولكن ما تقوم به الحكومة هو ما يملي عليها الضمير الإنساني والأخلاقي أمام أبناء الشعب اليمني. نعم أستاذ وليد، نعم أستاذ وليد، معذرة على المقاطعة، ربما لو تحدثنا بصورة يعني أدق حول ما يدور في الحديدة، وربما أكثر المحافظات في اليمن بحاجة إلى الإغاثة في اليمن هي الحديدة، أنت وكيل في محافظة الحديدة، ما هي خططكم لتوفير الاحتياجات الضرورية والإنسانية لأبناء محافظة الحديدة المنكوبة؟ اولا اليمن مرت بشكل عام في هذه الفتره في مجاعه وفي تفاقم مجاعه، وخاصه بعد عدم صرف رواتب الموظفين من قبل الانقلابيين، وما جرى في محافظه الحديده هو جزء من هي محافظه من محافظات الجمهوريه اليمنيه، ولكن كما تعلمون ان ابناء محافظه الحديده مسالمون وبسطاء وقوت يومهم باليوم الذي يعملون به، فكان لا يوجد لديهم أي مدخرات أو أي أشياء أخرى، وعند انقطاع الرواتب ووجود الميليشيات الإنقلابية التي سيطرت على الموارد والمداخل وكل شيء، لم يستطع ابن تهامة أن يوفي بمستلزمات منزله وقوت يوم أسرته. نعم. فالآن بعد ما تم إعلان الإعلام من قبل السلطة المحلية إن محافظة الحديدة محافظة منكوبة، توجهت كل المنظمات منها الكويتية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي وأيضا اليونيسف التي كانت قد انقطعت عن العمل في محافظة الحديدة بعد سيطرة الميليشيات. نعم. وهي كانت تغطي من الجانب الصحي لعدد 6000 طفل في داخل المحافظة، وبعد أن خرجت من محافظة الحديدة بسبب سيطرة الميليشيات وتدخلها في أعمال المنظمات وصل إلى ما يقارب 12 ألف طفل في حالة يعني سيئة من الجانب الصحي. أيضا بالإشارة إلى ذلك، نحن أنا أتمنى أن تكون منظمة الصحة العالمية على متابعة لهذا البرنامج وأدعوهم لتوفير الاحتياجات من الناحية العلاجية بصورة سريعة وعاجلة لهيئة مستشفى الثورة بمحافظة الحديدة. نعم. الذي الآن قد تمت المناشدة من قبل هيئة مستشفى الثورة عدة مرات، وعندما تصل أدوية تقوم الميليشيات بأخذ هذه الأدوية ومن ثم إرسالها إلى مقاتليهم في طيب. الجبهات. نعم سيادة الوكيل، فيما يخص المعونات الإغاثية التي لا تزال محتجزة في مينائي الصليف وميناء الحديدة، أين وصلتم بهذا الصدد؟ هل هناك جهود من قبل الحكومة الشرعية، من قبل المنظمات الإغاثية الأمم المتحدة لإيصالها للمحتاجين على الأقل في المناطق المتضررة مثل الحديدة وغيرها؟ أخي العزيز، طبعا فيما هو يخص المواد الغذائية المحتجزة من قبل الميليشيات، هل تعلم أنه في 2000 وإلى نهاية 2016 دخل ما يقارب مليون طن من المواد الغذائية إلى ميناء الحديدة وإلى اليمن؟ يعني إذا كانت الميليشيات لم تقوم بالسيطرة على هذه المواد الإغاثية التي وجهت لأبناء الوطن في محافظة الحديدة وفي صنعاء وفي تعز،
لا لا لكانت كل الناس سوف تأكل ولن تكون هناك أي شيء آخر، ولكن هذه ميليشيات تقوم بنهب هذه المعونات والسيطرة عليها وبيعها في السوق السوداء وإرسال بعضها إلى جبهاتهم العبثية، وهذا ما ندعو إليه منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة ومجلس الأمن في إلزام هذه الميليشيات بإيصال كافة المعونات الغذائية والدوائية والإيوائية إلى المتضررين. ألا يكفي أن هذه الميليشيات تقوم بقتل واعتقال أبناء الوطن؟ إذن لابد عليهم على الأقل أن يوصلوا هذه المعونات لمن ما زالوا أحياء ومطلقاء لم يصلوا إلى المعتقلات. نعم. أما بالنسبة لمحافظة الحديدة في 25/11 تم التوقيع اتفاقية من قبل مركز الملك سلمان بمبلغ 10 مليون دولار لمدة 6 أشهر مع برنامج الغذاء العالمي لإيصال المعونات إلى المحافظة من تاريخ 25/11 إلى 6 أشهر قادمة. نعم. ونشكر مركز الملك سلمان للإغاثة والعناية الإنسانية لما يقوم بها، رغم أن الميليشيات تعيق كل ما يصل من هذا المركز إلى أبناء محافظة الحديدة. نعم. بينما عندما كان هناك مجاعة أو عندما طلبوا إغاثة إلى محافظة صعدة قاموا بفتح الطرقات وسمحوا لمركز الملك سلمان بإيصال إغاثة مركز الملك سلمان إلى داخل محافظة صعدة. نعم. بينما اليوم عندما نريد إيصالها إلى محافظة الحديدة وإلى أبناء محافظة الحديدة البسطاء الفقراء الجواعى لا تسمح هذه الميليشيات بإيصالها كما يسمونه الإغاثة من قبل العدوان. أشكرك. يقومون بنهبها. نعم. نعم وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لك وكيل أول محافظة الحديدة العقيد وليد القديمي، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام نذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية الذي أعدها الزميل وديع عطاء عن الوضع الإنساني في اليمن خلال العام 2016، ومن ثم نكمل النقاش. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأعود إلى نيويورك مع الدكتور دحان النجار. دكتور دحان، ربما تأخرنا عليك قليلا نظرا لازدحام الضيوف. دكتور، لو تحدثنا من جانب نظرة حقوقية، وأنت ربما متخصص في هذا المجال، من يحاولون أن يتمنعون عن إيصال المواد الغذائية الخاصة بالمتضررين والمحتاجين في المناطق المنكوبة، وعلى وجه التحديد ميليشيا الحوثي والمخلوع التي تحجز ربما عشرات الآلاف من الأطنان للمواد الإغاثية، ربما لها أكثر من 7 إلى 8 أشهر وتتمنع من دخولها إلى المناطق المتضررة. ما هو يعني الرؤية القانونية لمن يتمنعون عن إيصال هذه المعونات الإغاثية كجانب إنساني؟
أولا دعني أضم صوتي إلى صوت الأستاذ الأشعدي فيما يخص التغطية الإعلامية للجوانب الإنسانية الإغاثية. صحيح هناك تقصير كبير من قبل وسائل الإعلام، وربما قناة بلقيس قناتكم هذه الطيبة هي التي أولت اهتمام وأفرغت حيز معين من أنشطتها لتغطية الجانب الإغاثي، لكن أيضا لم يكن كافي، أرجو أن يتسع أكثر في المستقبل وفي العام هذا بالذات عام 2017، لأن الجانب الإنساني هو الأهم في ظل الحروب، يجب أن يلتفت الجميع إليه كونه الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة البشر. نعم. لا من اهتمام كبير جدا، وأنا أشكركم على هذا الجانب وأحثكم أن تستمروا فيه، وأن تشمل التغطية أيضا المبادرات الفردية والمبادرات الجماعية للمقتربين في الخارج والفاعلية الخير من عرب ومسلمين وإنسانيين في العالم كله. نعم. بالنسبة فيما يخص الاستيلاء على المواد الإغاثية أو منع وصولها إلى مستحقيها، هي تعتبر جريمة حرب بكل المقاييس، لأن قتل الإنسان بعدة طرق، إما أن يكون عن طريق استخدام السلاح أو عن طريق منع الدواء والغذاء، فهذه هي جريمة حرب بغض النظر عن من يقوم فيها. فأعتقد أنه لابد للمعنيين من أن يصحوا ويصحى لديهم الضمير الإنساني، الضمير الوطني، الضمير الإخلاقي. معاقبة الشعب بشكل عام مسألة ليست إخلاقية ولا إنسانية ولا دينية أيضا، فيجب أن يكون في هناك وازع ديني، وازع وطني، وازع إخلاقي، ويجب أن يكون في هناك متابعة من المنظمات الحقوقية الدولية وإدانة المدان بالاسم، وتحديد ذلك يعني كجريمة من جرائم الحرب التي ترتكب في اليمن أو في غيرها. نعم. طيب دكتور، أيضا معنا الآن ينضم إلينا من صنعاء نائب رئيس لجنة الإغاثة بمحافظة صنعاء، اسمح لي أن أذهب إليه، الأستاذ عايض عصدان. مساء الخير أستاذ عايض. مساء النور أخي العزيز. أهلا ومرحبا بك أستاذ عايض. أنت نائب لرئيس لجنة الإغاثة في محافظة صنعاء، كيف تقيم عملكم الإغاثي للعام المنصرم، وكيف تخططون للعام الجديد؟ مرحبا، طبعا نشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع، لأنه موضوع ملح ومعاناة الناس كثير، يعني متعبة جدا. نحن في محافظة، طبعا في محافظة مأرب، نحن النازحين الذي بنغيثهم في محافظة صنعاء، هناك العدد كبير من النازحين في محافظة مأرب وفي مديرية نهم وفي مديرية بعض مديريات محافظة صنعاء الذي نستطيع الوصول إليها، لأن هناك مناطق لا نستطيع نصل إليها بسبب الحرب والميليشيات ما تقوم بها من تقطع ومن للمواد الغذائية والإغاثية. ودورنا طبعا دور في المحافظة دور إشرافي، نحن فقط نناشد المنظمات والجهات الإغاثية لتقديم العون والمساعدة، ونحن نسهل لهم هذا العمل ونعمل معهم كدور إشرافي لإيصال هذه المواد الغذائية والإيوائية إلى النازحين. نعم أستاذ عايض، ربما النازحين في محافظة مأرب هم أكثر حظا من ربما من المناطق الأخرى، على الأقل هم في مناطق آمنة وتتبع الشرعية وكل الوسائل مسهلة، هذه الميزات كلها هل تم يعني استغلالها وتسهيل كل المهام أمام اللجنات الإغاثية أو المنظمة العاملة وإيصال كل الاحتياجات للنازحين في مأرب، أم لا زال هناك احتياج كبير ربما للنازحين المتواجدين من محافظة صنعاء في محافظة مأرب؟ طبعا النازحين موزعين في مأرب وفي بعض بداية مديرية نهم حيث ما بالمناطق المحررة. نعم. وفي القرى التي قد تم تحريرها من محافظة صنعاء حيث ما نستطيع نصل، وقد تم إيصال العديد من المواد الغذائية والإيوائية من قبل مركز الملك سلمان، ونشكرهم على ذلك، من قبل الهلال الأحمر الإماراتي، من قبل الهيئة الكويتية. لكن المشكلة التي نعانيها أنه عدد كبير من الهيئات الإغاثية ليس لها أي وجود في مأرب، ليس لها مكاتب، ونحن من خلالكم نناشد المنظمات الدولية والعاملين في هذا المجال
أن يكون لهم فروع ومكاتب في محافظة مأرب، لأنه لا يوجد هنا لهم أي وجود. اللهم بعض المبادرات الفردية ومركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي والهيئة الكويتية فقط. نعم، أشكرك جزيل الشكر وكيل محافظة صنعاء، عفوا نائب رئيس لجنة الإغاثة في محافظة صنعاء عايد عصدان، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا. أعود عودة أخيرة للدكتور دحان النجار. دكتور دحان، إذن أمام ربما هذه الصورة التي اتضحت وتابعناها ولا تخفى على الجميع في ما حدث في عام 2016 من جانب إغاثي وإنساني واحتياج كبير في اليمن، ربما بعض المحافظات وصلت فيها إلى حد المجاعة والجوع وكما حدث في التحيطة وغيرها من الأماكن في اليمن، كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة الخطرة في العام 17، وعلى من تكون المهمة والواجب أن يوفر كل الظروف المناسبة لإيصال أي معونات للناس المحتاجين في هذه المناطق المتضررة؟ أولاً وقبل كل شيء، المسؤولية تقع يعني بالدرجة الأولى على أطراف الصراع المحليين بالذات، الذين لابد أن يكون في عندهم صحوة ضمير تجاه المواطن اليمني والوصول إلى حل لمشكلة الحرب الدائرة في سبيل أن يمارس الإنسان اليمني حياته بشكل اعتيادي ليكسب لقمة عيشه بشكل اعتيادي. هذه المسؤولية الأولى. المسؤولية الثانية تقع على المجتمع الإقليمي والدولي أو المجتمعين الإقليمي والدولي، لابد من لفت انتباه أكبر إلى المأساة اليمن وتقديم المزيد من العون. وهناك أيضا مسؤولية أخرى على اليمنيين المتواجدين في مختلف بقاع العالم بتقديم يد العون أكثر. وأنا أقول في هذا الجانب اليمنيين أبدوا اهتمام كبير جدا وحالة إنسانية لا مثيل لها، حالة رائعة، فهم دائما مبادرين في تقديم التبرعات لصالح الجياع والمرضى في اليمن، ونحن كمثال مؤسسة نستلم كل ما نقدمه من المتبرعين الأفراد. نعم. وليس من أي جهات حكومية. نعم. فلا بد من مضاعفة الجهود في هذا الجانب. نعم. مضاعفة الجهود بشكل أكبر، وأيضا نطالب السلطات الأمر الواقع سواء في المحافظات الشمالية صنعاء وما حولها أو في المحافظات الجنوبية أن تبذل جهد أكبر في سبيل تذليل مهام هذه. نعم. المنظمات. دكتور نعم دكتور، اسمح لي المقاطعة وهي مقاطعة أخيرة أختم معك بها. ربما تتحدث الآن يعني طرفي الصراع وتقول في المحافظة الشمالية والحضرية، أنت تعلم بأن المحافظات التي تخضع للشرعية ربما كل المهام مسهلة لأي معونات إغاثية وربما هي أكثر وأخف ضررا من المحافظات التي تخضع لسلطة الميليشيا. يعني ما أقصد في كلامي أنه لا يمكن أن نساوي بين الانقلابيين وبين الحكومة الشرعية التي تسعى جاهدة بكل وسائلها من أجل أن توفر ظروف آمنة لإيصال أي مساعدات، أليس كذلك؟ أنا لا أريد يعني هنا أن يعني أعمل مقارنة بين هذا الجانب وذاك، لأن على أرض الواقع يتضح كل شيء والناس عارفين تماما سواء كانوا أفراد أو منظمات يعملون في مختلف مناطق اليمن. هناك تفاوت في الأداء، هناك في تفاوت في السلوك من منطقة إلى أخرى، لكن أنا كل ما يهمني هو أن أناشد الأطراف دائما بتقديم ما يمكن تقديمه بصورة أفضل بتحسين الأداء. هذا سيظل مطلب إنساني وأخلاقي مهما كان الأمر، وهذا مطلبنا جميعا بالتأكيد. دكتور دحان النجار رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات، كنت معنا عبر السكايب من نيويورك، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الأكارم، لم يبقى إلا نستعرض بعض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في الفيسبوك ونقرأ بعض هذه التعليقات من أصدقاء البرنامج. صديق البرنامج الأخ محمد الحفيظي يعلق: إيقاف الحرب بإنهاء أسباب الحرب وأسباب الخراب والشقاق والتنافر بين أفراد المجتمع وكياناته، المطلوب إنهاء واجتثاث جذور الإجرام والخراب لتنتهي الحرب لغير رجعة، المطلوب حلول جذرية تنهي المأساة لا حلول مؤقتة تشغل أو تستغل لإعادة ترتيب الأوراق المتهالكة. محمد الحفيظي. أيضا رأي آخر من أصدقاء البرنامج الأخ يوسف الحداد يعلق:
أولا إيقاف الحرب بين الأطراف المتصارعة إما عن طريق الحسم العسكري أو الحل السياسي، ثانيا اتخاذ حلول وإجراءات مناسبة قبل حدوث أي كارثة مرة أخرى ولا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية، ثالثا كل مواطن ينظر إلى نفسه، كان الحل بيده، يعني نحن نمر بمرحلة صعبة فيجب على كل المواطنين أن يكونوا يدا بيد مع الحكومة، ما لم فإن ذلك سوف يؤثر سلبا على الحكومة وعلى المواطنين. يوسف الحداد. أيضا تعليق آخر من أصدقاء البرنامج ونختم به من الأخ أسامة الفهيدي، يعلق: المطلوب هو تواجد الحكومة بكامل مؤسساتها في كافة المناطق المحررة ومباشرة أعمالهم من هناك، ويعتبر هذا هو أهم إنجاز. أسامة الفهيدي. إذن مشاهدينا الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. لم يبقى إلا أن أشكر ضيوفي الأكارم، كان معنا عبر السكايب من نيويورك رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات الدكتور دحان النجار، الشكر أيضا لمسؤول الإعلام لمنظمة اليونيسف في اليمن محمد الأسعدي، وكذلك الشكر لوكيل محافظة الحديدة العقيد وليد القديمي كان معنا من القاهرة، وأيضا الشكر لنائب رئيس لجنة الإغاثة بمحافظة صنعاء عايض عصدان، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وأيضا منتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر، وأيضا مخرج هذه الحلقة محمود فهمي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.